السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي لغات في قناتكم لتسلير. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة معدنا مع مادة الاي سي تي، اخذنا مع بعض لسون نمبر 1 ولسون نمبر 2. واكتب عندك بقى في النوتس ان لسون نمبر 3 لسون اسرائي، يعني لسون للقراءة فقط، مش داخل معاك في الامتحان. فهان شاء الله النهاردة هناخد لسون نمبر 4، واللسون ده بيتكلم عن الانترنت كوميونيكيشن. خدوا بالكم بنشرح من كتاب المعاصر. انترنت كوميونيكيشن او التواصل عن طريق الانترنت هقسمه لجزئين، 2 بارتس، سينكرونس كوميونيكيشن وهنعرف يعني ايه، واسينكرونس وبرضه هنعرف يعني ايه. بس الاول انطقها معايا، قسمها معايا يلا. سينكرونس، سينك رو ناس، سينكرونس كوميونيكيشن، سينكرونس كوميونيكيشن، اسينكرونس، اسينكرونس، اسينكرونس كوميونيكيشن. طب ايه هو السينكرونس كوميونيكيشن؟ قال لي ده حاجه سهله جدا، ده لما تاخد سيشن في الزوم او تاخد سيشن على الزوم او على تيمز او على اي صلة تواصل تانية، ممكن تشوف حد وتكلمه صوت وصورة، انت شايفه هو شايفك، انت سمعه هو سمعك، في نفس ذات اللحظة في نفس المومنت. بس كده لا، ده كتيرين. وايه كمان؟ ممكن تسمع ماتش كورة لأي واحد انت بتحبه ويكون لايف. يعني ايه لايف؟ هو بيلعب في نفس اللحظة اللي انت بتشاهده، ده اسمه سينكرونس. ممكن تسمع لايف تلفزيون شو او برنامج تلفزيوني يكون مباشر، يعني الشخص اللي بيتكلم قصادك في اللحظة دي هو بيتكلم وانت بتشوفه، ده معنى سينكرونس كوميونيكيشن. يبقى الكوميونيكيشن انك بتكلم صاحبك صوت وصورة، هو شايفك وانت شايفه، او هو سمعك وانت سمعه، او واحد فيكو سمع التاني والتاني لا، بس بشرط انه يكون في نفس اللحظة اللي بيتكلم فيها انت بتسمعه او انت شايفه. طب يبقى الكوميونيكيشن ذات اوكير ان ريل تايم، بيحدث في نفس الوقت، with instant response، استجابة مباشرة. صاحبك قال لك هلو فانت بتقول له هلو ويلكم، يبقى انت رديت عليه او عملت له response، عملت له response instantly او في نفس اللحظة. exchanging information or files، بتبادل المعلومات او الفايلات between two people at the same time، اهم حاجة، using various digital tools، من خلال ادوات تكنولوجية كتير جدا. زي ايه بقى السينكرونس؟ قال الفيديو تشاتس، اللايف تلفزيون، فيديو تشاتس يعني المحادثات زي الشخص ده والاشخاص اللي بصعده، لايف تلفزيون شو البرامج بتاعت التلفزيون، انستنت تشات رومز غرف الدردشه. طب ايه هو بقى الاسينكرونس؟ قالك لا، ده يا مس انت تبعتي رساله وتستني بقى صاحب الرساله لما يستلمها يرد عليكي، مش لازم يا مس في نفس اللحظه هو يرد عليكي، ده معنى الاسينكرونس. يبقى ده عباره عن كوميونيكيشن ذات doesn't require مش مطلوب منه an instant response، مش لازم يرد عليكي في نفس الوقت. transferring information، انا برضو بنقل بي information معلومات او file between two people or more not او اكتر من حد، necessary is or more not necessary at the same time، مش لازم في نفس الوقت هو يستلمها، مش لازم في نفس الوقت يفتح الفايل ده او يفتح الانفورميشن اللي انت بعتها له. For example sending a file via email، انك تبعت ايميل or recorded educational program. يعني مثلا انا دلوقتي بسجل السيشن ده اللي انتوا بتسمعوه الصبح بدري وانتوا في المدرسة، هو انا كده بعمل asynchronous ولا synchronous؟ لا يا مس، انت بتعملي asynchronous، انت بتسجلي او بتعملي recorded للeducational program بتاعك وبتعملي له upload على اليوتيوب، وانا لما اكون عندي وقت من الفراغ ومخصص الوقت ده لمادة الاي سي تي بدخل على قناة Let's Learn واشوف الفيديو بتاعك، فده اسمه asynchronous، مش لازم في نفس اللحظة اللي انت بتشرحي فيها انا اشوف الفيديو. يا رب تكونوا فهمتوها. تعال بقى ناخد الوردز، synchronous
asynchronous occur, require, instant, responses, live, chat room. بينا نكمل؟ Example بقى للسينكرونوس هناخدهم واحدة واحدة. الفيديو تشاتس، الفيديو تشاتس البنوتة الجميلة دي قاعدة قدام فيديو تشات اهو، كلهم شايفينها وهي شايفاهم كلهم، كلهم بيسمعوها وهي سامعاهم. This is allow you to communicate live with one or more، ممكن تعمل تواصل ما بين شخص او اكتر من شخص via mobile device or computer، يا اما عن طريق الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل. طب هو انا ايه اللي محتاجه في ان انا اعمل فيديو تشات؟ قال لي tools needed، الادوات اللي انت محتاجها، محتاج device جهاز، وذا كاميرا اي جهاز ليه كاميرا، كمبيوتر بتجيب له كاميرا خارجيه، لابتوب جواه الكاميرا بتاعته، والموبايل عندك الكاميرا بتاعته، and speakers، speakers اللي هو ايه اللي بيخرج لك الصوت، and an application وتطبيق بقى سواء كان زوم سواء كان ماسنجرز، كلها دي applications ممكن تعمل عليها فيديو تشات or video chat software أو أي برنامج للفيديو تشات. تمام؟ طب ايه كمان عندي؟ instant message، instant messaging أو ال IM. This is allow you to send message using the internet، باستخدام الانترنت. message could include المسج أو ال instant messaging دي ممكن تكون جواها انت بعت تكست hello، ممكن تكون بعد جواها بيكتشر صورة ليك أو فيديو، اسمها ايه؟ instant message IM. ايه التولز اللي انت محتاجها؟ قال لي IM software on your computer or mobile application. طب زي ايه؟ زي الواتساب، الواتساب انت ممكن تبعت من خلاله تكست، ممكن تبعت بيكتشرز، وممكن تبعت ايه؟ فيديوز. انت ايه اللي محتاجه؟ IM software. زي مين؟ زي الواتساب. بوب كويز، تشوز ذا نقط كوميونيكيشن اوكير ان ريال تايم، في نفس الوقت يبقى سينكرونس. خد بالك لازم تعرف سن واسن، سينكرونس واسينكرونس، مين في نفس الوقت؟ السينكرونس، مين مش لازم ارد عليها؟ الاسينكرونس. نمبر 2، ذا نقط كوميونيكيشن doesn't require an instant response، مش لازم استجابه في نفس الوقت، ده يبقى ايه؟ الاسينكرونس. السيلفون ابلكيشن او تطبيق الهاتف الخلوي او تطبيق الموبايلات اللي عندك، السيلفون يعني المقصود بيها الموبايل بتاعك اللي انت ماسكه في ايدك، ده مقصود بيه سيلفون. قال لي a cell phone application is an application that run on your mobile device، اي ابلكيشن او اي تطبيق زي الجيمز اللي انت بتلعبها او الواتساب او الفيسبوك او اي ابلكيشن انت بنزله اسمه cell phone application. It allow you direct access to different programs such as email، الابليكيشنز دي اللي موجودة على الموبايل بتاعك بتقدر توصل من خلالها للإيميلات، للإنستانت مسجنج، للإنستانت مسجنج الرسائل الفورية، للسوشيال نتورك بيج، سوشيال نتورك بيج اللي هي صفحات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والإنستجرام، and الفيديو تشات. يبقى الابليكيشنز دي اللي انت بتنزلها على الموبايل بتاعك بتقدر من خلالها توصل للايميل، وده كوميونيكيشن، انستنت مسج، سوشيال نتورك بيج، وكمان فيديو تشات. some applications could be pre-installed. pre-installed يعني انت مش محتاج انك انت تنزله على الموبايل بتاعك، انت اول ما بتكون جايب الموبايل وشاريه بتلاقيه موجود in your mobile device. Other need to be downloaded. بعض الابليكيشنز انت لازم اللي تدور عليها وتنزلها تعمل لها downloaded من المتجر بتاعك او البلاي ستور. كلمة مهمة pre-installed. pre-installed يعني مثبت او موجود على الجهاز اول ما انت تشتريه. allow va pre-installed speakers messaging و direct. آخر حاجة عندنا لتشات روم، لتشات رومز قال لي this is allow you to communicate in a group. ده عبارة بقى زي جروب المدرسة عندكم، جروب مش المدرسة، جروب الكلاس، جروب الفصل بتاعك. تمام؟ اسمها تشات روم، دي دايما بتبقى مخصصة للدردشة عن موضوع معين، they usually focus on just one particular subject، موضوع معين هتناقش النهاردة عن الفراكشن،
الكسور اللي عندنا في الماس، يبقى كلنا مش حدش فينا هي اي يعمل اي دردشه او اي تشات او اي كلام الا عن ايه، عن الفراكشن. For example, people may use a chat room to maintain a discussions on a particular study subject. انك تتكلم مع اصدقائك حوالين موضوع معين في المدرسه. طب محتاج ايه بقى عشان تعمل chat room؟ الويب براوزر زي جوجل، زي مايكروسوفت ايدج. For internet access or a mobile application زي الانترنت اكسبلورر وجوجل كروم. تمام. نمبر 2 اكزامبل على الاسينكرونس، يبقى كل اللي احنا اخدناه ده اكزامبل على السينكرونس. ايه بقى الاكزامبلز اللي على الاسينكرونس؟ قال لي الايميل، الالكترونيك ميل او الرساله الالكترونيه. This is allow you to send and receive message. انت بتقدر من خلالها تبعت وتستقبل الرسائل. Emails are a little more formal than IMS. هي اكتر formal. يعني ايه؟ لما يكون عندي مثلا الفريند بتاعي والمدير، الفريند والمدير، الفريند والتيتشرز، لا انا هبعت للمدير بتاعي، الدايركتور بتاعي، هبعت له ايميلز. اما صاحبي انا وهو هتعامل انا وهو عن طريق رسائل الاي ام اس. طب حد عندي في البيت، members of family، واحد من العيلة عندي والتيتشرز بتاعي ومدرسي، هبعت لأي حد في العيلة IMS وهبعت للتيتشرز بتاعي الإيميل. يبقى الإيميلز دايما بستعمله في الفورمال، الحاجات الرسمية، ما بينه وما بين حد يكون كبير أو يعني يكون إيه ذو قدر. تمام. For example you could email your teacher about a school project. تبعت البروجكت بتاعك أو مشروعك أو الهومورك بتاعك للمدرس بتاعك أو التيتشرز بتاعك على الإيميل. You could also use email to reach out to a government agency or official. يعني ايه؟ لو جاي تتواصل مع وزارة التربية والتعليم او اي هيئة حكومية government، بتبعت لهم عن طريق مين؟ الايميلات. طب محتاج ايه بقى انا عشان ابعت الايميل؟ قال لي عايز انترنت براوزرز زي ما احنا قلنا جوجل او انترنت اكسبلورر او مايكروسوفت ايدج. To access an email website علشان توصل لموقع الإيميلات. Or an email application or your mobile device، أو محتاج تطبيق الإيميلات على الموبايل بتاعك. تعال ناخد البوب كويز. A cell phone application is an application that run on your، تشتغل على فين بقى؟ على الموبايل. Number 2 not allow you to communicate in a group. They usually focus on just one particular subject. طبعا اللي تشات روم غرف التردشة. Number 3 not are little more formal than IMS، أكثر فورمالة من أو أكثر رسمية طبعا الإيميلات. تعال بقى ناخد الwords. Focus on receive particular official formal agency reach وproject. Choose the correct answer from A, B, or C, or C, or D. You can use the internet to communicate. Synchronously, asynchronously، ولا الاثنين. طبعا ممكن استعمل الكمبيوتر اتواصل بالاثنين. Communications that occur in real time. Real time أو same time يبقى synchronous. Number 3 exchanging information or file between two people at same time يبقى ده synchronous. Same time هي real time. Number 4 IM software is needed to instant message. عايز ايه؟ instant message، ولا chat room ولا email، طبعا instant message. IM advice with a camera and speakers and an application is needed to make documents, email, video chat, instant message. عندك كاميرا وسبيكرز تقدر تعمل فيديو chat. True or false tools needed for email. Tools needed for emails are internet browser or an email application. البرامج اللي محتاجها علشان تعمل emails الانترنت براوزر او email application. It's right. Email
allow you to communicate in a group. هل الإيميل بيسمح لك إنك تتواصل عن طريق الجروب؟ طبعاً لا. أما ليه؟ الروم تشات، الروم تشات أو تشات روم. Number three, you can use the internet to communicate synchronously only. لا طبعاً الاثنين synchronous و asynchronous. Number four, synchronous communication occur in real time with instant response مع استجابة لحظية أو فورية. طبعاً it's right. Video chats, live television show are example of asynchronous. طبعاً لا synchronous. Number one, choose. Not is useful when you need an immediate response. لو انت عايز immediate response استجابة فورية في نفس اللحظة هتاخد السينكرونس. Number two, we need a نقط with a camera when we have a video chat. عايزين كمبيوتر او موبايل ديفايس. الاثنين يبقى اختار ايه مع بي. Number three, not allow you to send text message using the internet. اللي بيسمح لك انك ترسل مسج عن طريق الانترنت الجوجل ولا الانستنت مسج؟ طبعا الانستنت مسج الاي ام. نمبر 4, the نقط allow you to communicate in a group لتشات رومز. نمبر 5, نقط allow you to send and receive message. It is a little more formal than IMS اللي هي الايميلز. True or false, Skype is an asynchronous communication medium. لا ليه؟ السكايبي ده لازم تفتح صوت وصورة قدام بعض زي الزوم. Number two, sending a file via email, انك ترسل رسائل عن طريق الايميل. Recorded educational program are example of asynchronous. هما من asynchronous. Number three, a device with a camera, speakers and an application is needed to make video chat. تقدر تعمل عنه من طريقه فيديو chat. Number four, one of the examples of asynchronous communication is written letters. انك تكتب خطابات؟ لا تكتب emails. Number five, a chat room usually focus on just one particular subject. بتركز على موضوع معين. وبهنا هنقف بقى لغاية هنا وأسيبكم في رعاية الله وفضله. دمتم دايما بخير، دمتم دايما متفوقين. Grade 4. باي باي، مع السلامة. استنوا لسون نمبر 5.